طبعا. نرجع بقى خالص يعني نرجع بقى البدايات، احنا عارفين من المانيا، والمانيا طلعت لعيبه كبيره عندنا احمد حسن وعماد النحاس وهشام عبد الرسول، ويعني نجوم كبار طلعوا وانت نجم من ضمنهم. بداياتك كانت ازاي؟ انا بدايتي لعبت في، كنت في مركز ملاوي كده في قريه صغيره، بلعب لحد ما رحت ناشئين نادي المنيا. انا من ابناء نادي المنيا الناشئين، 16 سنه لعبت اول سنه ناشئين خالص، طلعت بعد كده 17 سنه بديت انضم للفريق الاول، كانوا لسه نازلين من الدوري الممتاز. لعبت حوالي 4-5 سنين كده درجه اولى معاهم، كنت بلعب ناشئين وفريق اول لحد ما السنه اللي انا هتأيد فيها فوق لعبنا فيها دوري ممتاز. السنه اللي قبلها كان جالنا كابتن حسن شحاته، هو اول فرقه صعدها كان المنيا، صعدنا الدوري الممتاز ومشي وجالنا حظك كويس طبعا. كابتن حسن شحاته مدرب كبير استفدنا منه كتير حقيقه، كتير جدا حقيقه، من اسمه وشخصيته والحقيقه هو برضو من المدربين اللي افادونا كتير جدا في الملعب، افادنا الحمد لله. صعدنا للدوري الممتاز الفترة اللي انا كنت فيها الحمد لله، يعني كنت ماشي شوية، جالي الاهلي وجالي الزمالك وجالي الاسماعيلي وجالي المصري، ولكن اول سنة دوري ممتاز. دوري ممتاز يعني اختلاف دلوقتي القنوات، الدرجة الثالثة دلوقتي بتتذاع، احنا عندنا كنا درجة اولى يعني تعتبر ممتاز بيه دلوقتي وما كانش فيها اي حاجة، وهناك كنت بجيب ال 25 جون في السنة، هداف مش عارف كم مجموعة، ومع ذلك كانت لسه برضو السوشيال ميديا مش زي كده، ما بتظهرش اللعيبة المميزة بالشكل اللي احنا بس فيها. تعاقدك مع الاهلي كان بشكل سلس ولا كان فيه عراقيل برضو؟ لا هو كان لازم يشتروني من نادي المنيا، وكان جاي لي برضو عروض، بس الحقيقة يعني المنيا او الصعيد عموما يعني النسبة الاكبر اهلاوية جدا، يعني حتى مجلس الإدارة كان اهلاوي، فالكله كان رايح طبعا ان احنا يوافق. وكابتن ثابت البطل رحمة الله عليه كان ليه موقف معاك في البدايات جدا، مش كده؟ الكابتن ثابت يعني الله يرحمه ويحسن اليه، من الناس اللي ليها دور كبير جدا ان انا اكون موجود في النادي الاهلي. كان في اوقات وقتها كان عضو مجلس اداره اللي هو علاء مقلد، كان ماسك عندنا في المنيا، وهو يعني طبعا زملكاوي جدا يعني، وكان ليه علاقه بمجلس اداره الزمالك، وجابني عنده المكتب في مديريه امن المنيا. ده وقال لي قبل ما تروح النادي الاهلي كنت فكنت في الممتاز بيه ساعتها؟ لا كنا مدرب ممتاز. مدرب ممتاز. كنا مدرب ممتاز. وجابني وكلم رئيس النادي وقال له خلاص هبعت لك الورق بكره والفلوس وتخلص. قال لي ماشي، قلت له ماشي. فطبعا اقول له ايه ده لواء؟ هروح فين؟ خفت. بس طلعت من عنده كلمت كابتن ثابت. على طول. على طول، قلت له يا كابتن حصل كذا كذا كذا. قال لي ما تروحلوش، هو قال لي تعالى لي ثاني يوم. قلت له ما اقدرش، هيجيبني من البيت. وفعلا بعت لي ظابط البلد. يجيبني. ظابط ايه؟ بعت لي البلد ظابط يجيبني. يجيبك بس يعني مش مقبوض عليه يعني، بس جاب يعني واحد هو عندي كمان يعني والله ده حقيقي بطريقه وديه برضو يعني بالظبط كده. جابني وكلمته وكلمت ثابت، قال لي طب خلاص بكره انا هحل الموضوع. وفعلا بعت بقى الشيك وخلاص وخلص. انت كان اصرارك تلعب النادي الاهلي؟ اهلاوي يعني. انت اصرارك عيله كلها اهلاويه؟ لا والدي زملكاوي. اوكي. بس انت انتمائك من الاول عايز النادي الاهلي؟ اهلاوي يعني بشكل يعني غريب جدا كمان.